عزيزتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم. في هذا الفيديو إن شاء الله سنتطرق لدرس تغيير أي هيكل الكربون. بعدما تطرقنا للدرس الأول والدرس الثاني، اليوم سنتطرق للدرس الثالث وهو تغيير أي هيكل الكربون. طبعا بالنسبة لتلاميذ السنة الأولى بالبكالوريا جميع الشعب العلمية. محاور هذا الدرس هي على الشكل التالي: سنبدأ بتقديم، ثم المحور الأول سيكون هو تكسير. داخل هذا المحور سنتطرق للتكسير الحفزي والتكسير بوجود مخرمة. في المحور الثاني سنتطرق لإعادة التكوين أو ما يسمى بغير فورماج. داخل هذا المحور ستطرق لتفريع السلسلات الكربونية راميفيكاسيون، كذلك تحليق السلسلات الكربونية سيكليزاسيون. وفي المحور الثالث سنتطرق لإطالة السلسلة الكربونية، من خلاله سنتعرف على الألكلا والبلمر بوليميريزاسيون. طيب، إذن هذه هي محاور هذا الدرس. نبدأ بالتقديم. تختص كيمياء البترول في تحويل البترول الخام الذي يكون غير قابل للاستعمال إلى منتجات قابلة للاستعمال، كالمحروقات مثلا مثل غاز البوتان وغاز البروبان، كالغازوال مثلا، الوقود، كيروسين ديال الطيارات مثلا، كالزيوت، المذيبات وإلى آخره. تفقين؟ لكن كيف تتم عملية التحويل؟ خلال عملية التحويل هذه يتم تقليص أو إطالة أو تفريع أو إعادة تكوين السلسلة الكربونية. إذن هذه هي بعض العمليات التي سنتطرق لها في هذا الدرس إن شاء الله. نبدأ أولا بالتكسير. ما معنى التكسير؟ يتم تكسير جزيئات هيدروكربونات ذات سلسلة طويلة للحصول على جزيئات ذات سلسلة قصيرة، وهناك طريقتين. إذا بمعنى آخر تكون عندنا واحد السلسلة من الجزيئة طويلة بزاف، تقيم، أشنو تيوقع عليها؟ تلك الجزيئات تتهرس وتتكسر، تقيم، باش تتحول إلى سلسلات قصيرة. إذا هناك طريقتين. الطريقة الأولى التكسير الحفزي. تفقين؟ يعني بوجود حافز، هو المقصود بالحافز، يعني مع التفاعل ديال الذي يتم، ولكن ضروري خاص يتوفر واحد الحافز كاتاليزور. يتم تكسير جزيئات المواد البترولية الثقيلة، تفقين؟ يعني طويلة، إلى جزيئات أصغر مشبعة أو غير مشبعة. تفقين؟ ماشي بالضرورة تكون مشبعة، ماشي بالضرورة تكون غير مشبعة، غير مشبعة. وذلك بوجود حفاز كاتاليزور ملائم، مثل إذا سنأخذ مثال تكسير جزيئات الأوكتان بحضور كحافز الحديد، وكذلك عند درجة الحرارة 450 درجة سلسيوس. تفقين؟ إذا صيغة الأوكتان هي على الشكل التالي: الأوكتان يحتوي على 8 ذرات الكربون، تفقين، وكذلك على 18 ذرة من الهيدروجين. تفقين؟ إذا هذه هي الصيغة ديال جزيئات الأوكتان. بالنسبة للكتابة الطوبولوجية لجزيئات الأوكتان هي على الشكل التالي، باش تنسهلوا عملية التكسير. إذا كما تلاحظوا، كما قلنا في الدرس السابق، الكتابة الطوبولوجية تكون عبارة عن خطوط متكسرة. تفقين؟ إذا هنا شحال عندنا من رابطة؟ واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. إذا يكون عندنا سبعة ديال الروابط متكسرة: واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. تفقين؟ إذا حسبتوا عدد ذرات الكربون، يعني كل رأس قطعة أو رأس خط متكسر تمثل لي ذرات الكربون. تفقين؟ واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. إذا الأوكتان بحضور الحديد كحفاز وعند درجة الحرارة 450 درجة سلسيوس
يتحول إلى بوتان زائد بوت واحد إن، يعني يتحول إلى ألكا وألكين. صافقين؟ يعني كما تلاحظوا عندي 8 ذرات الكربون، إذا عطاني 4 في البوتان و4 في البوت واحد إن، أن عندها رابطة ثنائية. طريقة التسمية عرفناها في الدرس السابق. صافقين؟ السؤال المطروح الآن، كيف حدث هذا التكسير؟ إذا بالنسبة للتفسير هو على الشكل التالي. إذا ناخذ جزيئات الأوكتان، طبيعة نقسموها على جزء، يكون عندنا 4 ذرات الكربون على اليمين و4 ذرات الكربون على اليسار. صافقين؟ ناخذ الرابطة اللي كاينة في الوسط، هاد الرابطة اللي كاينة في الوسط هي اللي غتهرس، فين غتمشي؟ غتنتقل إما على اليمين إما على اليسار. المهم لأن عندي 4 ذرات الكربون و4 ذرات الكربون، صافي؟ إذا غنتقل هنا، إذا انتقلت هنا فالكربون ديالي اللي في الطرف غيولي عنده 4 ديال الروابط، إذا ما عندوش مشكل. صافقين؟ عنده 2 ذرات الهيدروجين وواحد، واحدة اللي غتجي لهنا هي 4. إذا أش غيبقى؟ الكربون اللي كاين هنا على اليمين اللي في الطرف، ملي غنحيدو لواحد الرابط غيبقاو عندو غير 3 الروابط، 2 ذرات الهيدروجين وواحد الرابطة، هي 3، يعني باقي خصو واحد الرابطة. يعني ذرات الهيدروجين اللي زايدة هنا عند هاد الكربون الثاني هي اللي غتنتقل لهنا عند هاد الهيدروجين هذا، والتالي غتعطيني سي اش لا 3، وهادي غتعطيني 2 ديال الروابط، ولكن غيمشي لها واحد ذرات الهيدروجين غتبقى لي اش باش تعطيني بوت واحد. لماذا واحد؟ لأن الرابطة الثنائية جات في الكربون رقم واحد، صافقين؟ وتنزيدو ان، لماذا؟ لأنها الكين، صافقين؟ بالنسبة لتسمية البوتان فهي عادية، تسمية الكانات. إذن هذه هي عملية التكسير بحضور الحفاز أو الحافز كاتاليزور. نمر الآن إلى عملية التكسير الثانية، يعني بوجود بخار الماء. يتم تكسير الكانات بوجود بخار الماء عند درجة الحرارة 850 درجة سلسيوس، ويؤدي إلى تكون الكينات ذات كتلة مولية أصغر، وكذلك بالإضافة إلى الكينات ذات كتلة مولية أصغر غاز ثنائي الهيدروجين H2. إذا نأخذ مثال، نأخذ جزيئات البوتان، إذا جزيئات البوتان بأربعة ذرات ديال الكربون. ماذا سيحدث لجزيئات البوتان بحضور بخار الماء وعند درجة حرارة 800 درجة سلسيوس؟ جزيئات البوتان ستتعرض لعملية التكسير. كيف؟ هذه الرابطة، يعني رابطة بين الكربون 3 والكربون 4، ستتعرض للتكسير. صافقين؟ يعني ملي غتهرس هذه اش غتعطينا؟ جزء منها غينتقل ما بين الكربون الثالث والرابع، وجزء منها غينتقل ما بين الكربون الأول والكربون الثاني. صافقين؟ الو الى جات هنا رابطه، اش غادي يبقى عند ذره الكربون الاولى؟ غيولي عندها فائض عدد الروابط، عندها ديجا هي 3 الهيدروجين وعندها واحد الرابطه هي 4، ولا جات عندها واحد الرابطه اخرى تولي 5. اذا اش غيبقى؟ خاصها تعطي واحد ذره الهيدروجين. كذلك بالنسبه للكربون رقم 4، عنده ديجا هو 3 ذرات الهيدروجين وعنده رابطه، غتزداد عليه واحد الرابطه تولي عنده 5، وبالتالي غيولي عنده فائض عدد الروابط، إذا خاصو ضروري ما يفقد واحد ذرة الهيدروجين، إذا غتعطينا H2، وحدة جبناها من سي H3 اللي على اليسار، وحدة من سي H3 اللي على اليمين عطاتنا H2، إذا شنو غيبقى لينا؟ ببساطة غيولي عندنا جوج ديال سي H2 سي H2، واحد هو هذا على اليسار، وواحد هو هذا على اليمين، صافقين؟ إذا سي H2 سي H2 زائد CH2CH2 هي جوج CH2CH2. طافقين؟ إذا هذه هي عملية التكسير بوجود بخار الماء. طافقين؟ إذا يعني أن ألكان تحول إلى ألكين. هذا الألكين هو إيثين. علاش هنا سميناه إيثين؟ لأن عندنا غير جوج ذرات الكربون. طافقين؟ رقمتي من هنا واحد، رقمتي من هنا واحد، حتى هي مثلا ما تنديروش إيث واحد إن، تسموه إيثين. طافقين؟
إذن هذه هي عملية التكسير بوجود بخار الماء. نمر الآن إلى محور ثاني وإعادة التكوين ريفورماج. نبدأ أولا بتفريع السلسلات الكربونية لا غاميفيكاسيون. إذن ماذا نعني بالتفريع؟ تمكن عملية إعادة تكوين الهيكل الكربوني من تغيير السلسلة الكربونية وتحويل الألكانات الخطية. تلقين الألكانات الخطية يعني ما فيهاش فروع إلى ألكانات متفرعة أو ألكينات أو مركبات حلقية. تلقين إذن عملية إعادة التكوين عشان تبقى فيها الألكانات الخطية وما تكونش فيها فروع تتحول إلى ألكانات فيها فروع. تلقين أو كذلك تتحول إلى ألكينات يعني رابطات ثنائية أو كذلك تقدر تتحول إلى مركبات حلقية. تلقين هذا مثال. ناخذ CH3 CH2 4 CH3. كنا هو هذا شحال ديال الذرات الكربون عندي؟ 1 و4 5 و1 6. اذا شنو غيكون؟ طبعا غيكون هيكسان ميثان ايثان بروبان بوتان ايثان هيكسان. تلقين الكتابة الطوبولوجية ديالو هي على الشكل التالي. اذا يحتوي على 6 ذرات كربون يعني عنده 5 ديال الروابط 1 2 3 4 5. تلقين اذا بحضور حفاز بي تي باتيوم عند ضغط 1 بار ودرجة حرارة 500 درجة سلسيوس ستتحول جزيئات الهكسان الى جزيئات جوج ثنائي ميثيل بوتان. توافقين؟ يعني كان الكان خطي تحول الى الكان متفرع. توافقين؟ يعني ولات عنده فروع. توافقين؟ هادشي علاش تسمى تفريع. تيكون الكان خطي وتيتحول الى الكان متفرع. توافقين؟ إذن طريقة التسمية كذلك شفناها في الدرس السابق. تنشوفوا أطول سلسلة. إذن أطول سلسلة هنا هي عندي فيها 4 ذرات الكربون 1 2 3 4. دائما الفروع تأخذ أرقام صغيرة لأن 1 2 ثالثة جوج ثنائي مثيل بوتان. تلقين؟ إذن هذه هي عملية التفريع. نمر الآن إلى العملية الثانية وهي تحليق السلسلات الكربونية سيكليزاسيون. يعني تكون عندي الكان خطي وتتحول الى الكان حلقي. يمكن التحليق من تحويل الكان خطي الى الكان حلقي مع تحرير ماذا؟ تحرير ثنائي الهيدروجين. ناخذ مثال. ناخذ المثال السابق هيكسان. صافي عنده 6 ذرات ديال الكربون وعنده 5 ديال الروابط. صافي اذا الكتابه الطوبولوجيه ديالو هي على الشكل التالي. إذا ما سيوقع لهادو هادو غيتجمعو غيعطيونا واحد الحلقة. إذا سيتحول إلى الكان حلقي تلقين على الشكل التالي. شحال ذرات الكربون فيه؟ 1 2 3 4 5. واحد ذرات الكربون كاينة هنا هي 6. شنو هو الاسم ديالو؟ إذا باش نسميوه نبدا 1 2 3 4 5. إذا 5 ميتان إيتان خوبان بيتان بنتان. إذن هذا سيكلو بنتان ولكن عنده واحد الفرعان اللي هو سي اش 3. إذن فيه 5 ديال الذرات الكربون وبالتالي الاسم ديالو بالإضافة إلى الفرع اللي هو ميثيل تلقين. إذن 1 ميثيل سيكلو بنتان. طبيعة الحال لأن شحال عندي الذرات الهيدروجين هنا عندي 2 2 2 2 1. إذن 8 9 10 12. شحال عندي هنايا؟ 4 2 8 و6 14. إذن باقي خصني 2 ديال الذرات الهيدروجين وما زائد اش دون زي حررنا ثنائي الهيدروجين. تلقين؟ إذن هذا هو تحليق السلسلات الكربونية. نمر الآن إلى المحور الثالث وهو إطالة السلسلة الكربونية. دابا العكس تيكون عندي سلسلة قصيرة نحاول نزيدو فيهم. وسط طوال. تلقين؟ إذا نبدأ بالألكان.
هي استبدال ذرة هيدروجين H في السلسلة الكربونية بألكين، وتتم عن طريق ألكان وألكين خفيفين للحصول على ألكان أثقل. تفكيره هي عكس التكسير. إذا التكسير تنهرسو هذه تنجمعو. تفكير نأخذ مثال باش نفهمو أكثر. إذا عندي CH3 CH2 CH2 CH3، وعندي H2C CH CH2 CH3، يعني عندي ألكان وعندي ألكين، صافي. إذا بوتا زائد بوت واحد N، طيب. إذا سنقوم بجمع هاتين الجزيئتين للحصول على جزيئة طويلة، عندي ألكان وعندي ألكين، إلى عقلتم. هو اللي حصلنا عليه منين حرسنا لوكتان، متفقين؟ بعملية التكسير. دابا العكس غنديرو، غيكونو عندنا جوج ولكن بغينا نجمعوهم، بغينا نرجعو السلسلة طويلة. داكشي اللي درناه في التكسير غنديرو العكس ديالو دابا في الأركان. كيف سنحول هاتين الجزيئتين إلى جزيئة واحدة طويلة؟ إذا ببساطة الرابطة الثنائية ستختفي، يعني غنحيدو منها واحد الرابطة، لكن غتمشي غتربط لي الكربون رقم 4 مع الكربون رقم 1، متفقين؟ إذا ملي غتربط لي الكربون رقم 4 مع الكربون رقم 1، بالنسبة للكربون رقم 1 اللي هو في البوت 1N، يكون عنده جوج الهيدروجين وواحد الرابطة هي 3، وهذا الرابطة اللي غتولي عنده هنا هي 4، إذا ما عندوش مشكل. ولكن المشكلة يبقى في هذا، يولي عنده واحد الرابطة، واحد الرابطة هي جوج الهيدروجين هي 3، يعني باقي خصو وحدة. مني غنجيبو هاد الوحدة هي غنكملوها بالهيدروجين، مني غنجيبو غنجيبو من هنا، من هاد العنصر هذا، لأن هاد العنصر هذا يولي عنده فاعل، عدد الروابط عنده 1 و3 و4، مني غتجي وحدة تولي 5، غنحيدو لواحد الهيدروجين وغنديوها لهنا، متفقين؟ باش تحول الجزيئة ديالي إلى جزيئة طويلة، هي جزيئة الأوكتان، متفقين؟ جزيئة الأوكتان اللي فيها 6 7 8 8 ديال الذرات الكربون. كتابة الطوبولوجيا لجزيئة الأوكتان سبق لينا شفناها، متفقين؟ عملية التكسير. إذن هذه هي عملية الألكان، يعني إطالة السلسلة الكربونية، قلنا هي عكس عملية التكسير. نمر الآن إلى البلمارة بوليميريزاسيون. ما معنى البلمارة؟ البلمارة هي تفاعل تتحد فيه جزيئات كثيرة من نفس النوع. إذا تكون عندك واحد الجزيئة تبقي من نفس النوع، صافي، جزيئة الأصل تسمى لوريجين، وتنتمي لمجموعة الألكينات، وتنتج عن ذلك جزيئة ذات سلسلة كربونية طويلة تسمى متعدد الجزيئة الأصل، صافي، شيء تسمى بوليميريزاسيون. إذن اللي عندي جزيئة الأصل منها بزاف، صافي، يكون عندي واحد العدد محدد من واحد الجزيئة الأصل وحدة فيها مثلا 5 6 7 8 10 إلى آخره، صافي. هذوك العشرة اللي عندي غيتحولوا ولكن غير ترتبطوا باش يعطيو لنا جزيئة طويلة، صافي، تسمى متعدد الجزيئة الأصل. إذا بصفة عامة يمكن كتابة معادلة البلمرة كما يلي. إذا بصفة عامة تكون عندي N ألكين، صافي، هاد N هذا يقدر كما قلت لكم قبيله يكون 10 20 30 40 50 إلى آخره من هاد الجزيئة هذه، صافي، اللي هي فيها رابطة ثنائية يعني ألكين. إذا تكون عندي واحد العدد منها هذه تتسمى الجزيئة الأصل، صافي. إذا هذا العدد من نفس الجزيئة، صافي، سيتحول إلى جزيئة طويلة. كيف؟ هاد الرابطة الثنائية اللي عندي هنا ما غاديش تبقى، غتولي رابطة بسيطة. أش يوقع؟ نحيد واحد الرابطة ونهرسوها، غنعطي واحد النص ديال الرابطة لهنا والنص الرابطة لهنا، صافي. إذا غايب هنايا تولي عندي هنايا راه نص رابطة وهنا رابطة. علاش قلت نص رابطة؟ حيت باقية ما كاملاش، فوقاش تكمل الرابطة حتى تيكون الكربون الثاني هنايا،
ولا واحد الذره واحده اخرى كما بغات تكون. عاد ساعات نتكلموا على رابطين، واحده تتساهم بالالكترون وحده تتساهم بالالكترون، تعتبر لها رابطه. شنو هي الرابطه التساهميه؟ كيف ما عرفناها في جدول المشترك، رابطه تساهميه تتكون من الكترون الكترونين، يعني كل ذره تتساهم بالالكترون وتعتبر لها رابطه. غير هو هذا الانهاد اللي هنايا غتحول لهنا، صافي. مثلا اذا كانت هاد الان هي 5، اش يوقع؟ غتولي عندي سي اش 2 سي اش ا CH2 CH1 CH2 CH1 CH2 CH1 خمسة المرات، تفقين؟ يعني هذا لي جزئية واحدة طويلة، هي تعطيها اسم ديال بوليمير، تفقين؟ إذن هذه الجزئية CH2 CH1 هي جزئيات الأصل، أو كذلك تسمى جزئيات الأم، وإن كذلك هو عدد جزئيات الأصل، يعني شحال عندي من جزئية ومرتبط بطبيعة الحال بالمتفاعل الأول، متفقين؟ التي يحتوي عليها البوليمير ويسمى معامل البالمرة، متفقين؟ المعامل البالمرة هو N، متفقين؟ إذن هذه هي البالمرة أو بوليميريزاسيون. إذن باش نفهموا عملية البالمرة نأخذ واحد المثال باش نختموا به الدرس ديالنا. ناخذ مثال ديال إيثين، تفقين؟ إذا عندي إن إيثين، تفقين؟ إذا غيتحول إلى ماذا؟ هذا الرابطة اللي عندي هنايا، إذا غتهرس غتعطيني النص رابطة هنا والنص رابطة على اليسار، صافي؟ إذا الرابطة اللي في الوسط هي رابطة ثنائية، ما غاديش تبقى رابطة ثنائية، غتولي رابطة بسيطة، واحد الرابطة غتفرق، نص منها غيمشي على اليسار والنص على اليمين، صافي؟ وهاد إن هذه طبيعتها غتصبح عدد. طبيعي. إذن غيولي عندي سي اش 2 سي اش 2 رابطة رابطة، باقي خصها شي حاجة هنا وباقي خصها شي حاجة على اليمين، صافي. باقي خصنا نزيدو هنا جزيئة وهنا جزيئة إن، تفقين؟ إذن تتسمى متعدد الإيثين، متعدد الإيثين كما قلت لكم قبيلة. إذا كان عندي مثلا هنايا ثلاثة، إذا غيوليو عندي سي اش 2 سي اش 2 نزيد عليه نفس الجزيئة، تنزل نفس الجزيئة، تنزل نفس الجزيئة، نخليه دائما مفتوح لأنه دائما تزيد عدد جزيئات، ولكن إذا تحددت إن صافي ما بقاش عندنا مشكل، تولي العدد محدد، تفقين؟ إذا بهذا عزيزتي التلميذات أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس الثالث في الكيمياء العضوية. نضرب لكم موعدا إن شاء الله في الفيديو المقبل مع درس آخر في الكيمياء العضوية، لأن يعني باقي خصنا نكمل الكيمياء العضوية. الكيمياء العضوية مهمة ومهمة بزاف، خصوصا بالنسبة للسنة المقبلة، السنة الثانية البكالوريا، غتحتاجوها بزاف، وبالتالي ضروري خصنا نكملوها، متفقين؟ يعني شكرا على تتبع ديالكم، نتمنى لكم التوفيق والنجاح مزيدا من التألق، والسلام عليكم ورحمة الله.